الكريم على حضور هذه المناقشة. أشكر زملائي القضاة، زملائي المسؤولين القضائيين ومساعدي القضاء، السادة المحامون، السيد النقيب، السادة رجال الإعلام، أن عدالة الأحداث تلعب دورا رياديا في هذه المرحلة، وكذلك ما يرتبط بالسياسة الجنائية، ذلك أن دورها يتمظهر في حماية الجماعية للأحداث سواء مختلف وضعياتهم، سواء الأحداث في وضع صعبة أو في وضع مخالفة للقانون أو في ضحايا جنح وجنايات، كما أن رئاسة النيابة العامة تلعب دورا أساسيا في تنزيل السياسة الجنائية على أرض الواقع، وذلك ما يظهر من خلال دوريات رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار، وخاصة الدورية الأخيرة التي أصدرها السيد رئيس النيابة العامة الأستاذ أحمد قيش، أستاذ تعليم العالي بكلية حقوق نزور، ومشرف على هذه الرسالة التي قاربت اليوم موضوع يتعلق بالأحداث في إطار السياسة الجنائية بمعية مجموعة من الأساتذة المختصين في الميدان، وأيضا المرشح اللي هو وكيل الملك طبيعة الحال اللي هو ممارس، وطبيعة الحال استفدنا كثير من هذا العمل هذا بمعية كما قلت حضور وازي لمجموعة من المسؤولين القضائيين والسادة سيد النقيب والسادة المحامون وطالب الباحثون والأساتذة. السادة جميلة العماري، السادة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، لبيت الدعوة على اعتباري رئيسة لهذه اللجنة العلمية المقارة التي ضمت خيرة الأطر، ولمناقشة عمل طالب اللي هو ممارس، طالب هشام الحسني، موضوع عدالة الأحداث داخل السياسة الجنائية، وهو موضوع يطرح أكثر من إشكال، موضوع يتجاذب أكثر من حقل، موضوع حاضر في نقاشات مجموعة من المؤسسات الدستورية، البرلمان بغرفتيه، وكذلك تقارير المجلس الأعلى، وأيضا في البرامج الحكومية وكذلك البرامج القطاعية، وحتى على مستوى التظاهرات والإسهامات التي يتقدم بها المجتمع المدني. موضوع حاول الطالب أن يسكب تجربته على هذا العمل، وزاوج ما بين الشق النظري والشق التطبيقي، ولا شك سيكون ذلك قيمة مضافة لطلبة كلية الحقوق. عبد المجيد كوبي، منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، ورئيس المكتب الجهوي لمدادية موظفي قطاع العدل بالدائرة القضائية. يعني صراحة أنا سعيد جدا أنه حصلنا شرف أن نشاركه الأستاذ ديالنا السيد وكيل الملك أستاذ هشام الحسني في المناقشة الأطروحة دياله اليوم حول موضوع عدالة الأحداث في ضوء السياسة الجنائية. وأستاذ هشام أستاذ غني عن كل تعريف، مشهود له بالكفاءة دياله والتواجد دياله الميداني والمشاركة دياله والمساهمة دياله في مجموعة من الأنشطة لتنظمات سواء على مستوى الدائرة القضائية بمدينة أكادير وعلى مستوى التراب الوطني. كنت منه إن شاء الله التوفيق، وكنت منه إن شاء الله أن التواجد ديالو يكون قيمة مضافة للساحة الأكاديمية والساحة العلمية بشكل أساسي. وأعتقد أن اختيار هذا الموضوع اختيار صائب، نتمنى أن يكون كما قلت قيمة مضافة للساحة الفكرية في المنطقة. حضور اليوم لحضور مناقشة أطروحة مميزة لأستاذ مميز، أستاذ أو طالب باحث جمع ما بين التكوين الميداني المهني باعتباره مسؤولا قضائيا ووكيلا للملك بأحد محاكم جهة سوس ماسة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وكذلك لطالب باحث أعطى ثمرة اجتهادات وثمرة عمل لمدة سنوات. موضوع أطروحة يتعلق بعدالة الأحداث في ضوء السياسة الجنائية، هذا الموضوع ليس من السهل تناوله لأنه موضوع كبير، ولكن قبل استحضار سياسة العقاب وقبل استحضار المقاربة الأمنية وقبل استحضار النص التشريعي الجنائي، علينا أن نبحث في تاريخ هذا الحدث، في تكوينه، في فضاء تربيته، لنصل إلى أن هناك عوامل يجب أن يستشرفها واستحضرها وأن يستحضرها واضع القاعدة الجنائية المتعلقة بالحدث إلى حين الوصول إلى القاعدة التي يمكن أن يصلح منها خطأ الحدث، لأنه لا يمكن أن نتعلق بالسياسة العقابية ولكن نريد أن نتعلق بالسياسة الإصلاحية أصلا، وهذا ما تهدف إليه هذه الأطروحة القيمة.